بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعيش العالم انفجارا معرفيا غير مسبوق، فمنذ 500 عام عندما اكتشفت المطبعة كان إنتاج أوروبا لا يتجاوز 1000 عنوان سنويا، بينما يزيد الآن عن 1000 عنوان يوميا. وأيضا 90% من العلماء الذين أنتجتهم البشرية في كامل تاريخها يعيشون الآن بيننا، كما أن أكثر من 90% منهم يعملون في الغرب الأمريكي والأوروبي. وتشير المعطيات إلى أن البشرية قد راكمت في العقدين الأخيرين من المعارف مقدار ما راكمته طوال آلاف السنين السابقة التي شكلت التاريخ الحضاري للإنسانية. أمام هذا الانفجار المعرفي الرهيب نسأل: أين نحن العرب والمسلمون من هذا التطور المعرفي؟ وهل يمكن لنا أن ننتج معرفة كما أنتجنا في الماضي؟ منذ عقود تخلينا عن دورنا الريادي والناهض، ولكن هل يمكن اليوم أن ندخل هذا القرن ونشارك الأمم الأخرى في الإنتاج المعرفي والمرتكز على ديننا وقيمنا، أم أنه سنبقى خارج التاريخ المتدفق بحيوية وعاجزين عن اجتراح دور نهضوي وتغييري؟ لابد أن أهمس بل أصرخ في آذان أجيالنا: إن التاريخ الإنساني لا يرحم العاجزين والمتقاعسين، عملا بقوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العلي العظيم. مشاهدينا الكرام، يسرني في هذه الحلقة أن أستقبل معي سماحة السيد محمد حسين رئيس زادة المستشار الثقافي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، وأيضا سعادة الدكتور عبد الله زيعور وهو باحث وأستاذ في الجامعة اللبنانية. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد. أهلا وسهلا بكم دكتور. سماحة السيد دكتور، قبل أن نبدأ بهذا الحوار لنتابع معا هذا التقرير عن الإنتاج المعرفي في العالم، لنشاهد هذا التقرير. لطالما قرأنا مقارنات بين الغرب والعرب في كثير من المجالات، ولعل المجال الذي تظهر فيه النتائج الأكثر خطورة هو المجال العلمي والمعرفي، إذ تنفق الدول العربية من موازناتها السنوية 0.2%، أي ما يعادل 2 بالألف، على البحث العلمي، فيما تنفق الدول الغربية 5%، أي 50 في الألف، في هذا المجال. أما الولايات المتحدة وحدها فتنفق 2.7% من ناتجها القومي على البحث العلمي، وتنفق بريطانيا 1.8 وألمانيا 2.6، ويعتبر الكيان العبري أكثر الدول إنفاقا في هذا الإطار، إذ يصل إنفاق الحكومة الصهيونية 1%، بينما ينفق العالم أجمع 0.4%. هذا في مجال البحوث. أما عن براءات الاختراع المسجلة عالميا، فقد أشارت الدراسات إلى أن مجموع براءات الاختراع المسجلة في العالم العربي بين عامي 1980 وعام 2000 فقد وصلت إلى 500، في حين سجلت كوريا الجنوبية وحدها 57,968 براءة اختراع، أما إسرائيل فقد سجلت 16,805 براءة اختراع، أي 20 ضعف براءات الاختراع المسجلة من قبل العرب مجتمعين. وللدلالة على عمق المأساة التي يعيشها عالمنا العربي، يكفي أن نشير إلى عدد الكتب التي ترجمت إلى العربية خلال 1000 عام مضت، إذ يقدر ب10,000 كتاب، وهو ما يساوي ما ترجمته إسبانيا وحدها في سنة واحدة فقط. كنا نقول أمة اقرأ لا تقرأ، وبتنا اليوم نضيف قائلين: أمة اقرأ لا تقرأ ولا تبحث ولا تقدر طاقاتها ولا حتى تحميها. سمح السيد، أمة تقرأ لا تقرأ، ولكن منذ البداية ديننا هو دين علم ومعرفة، وإذا لاحظنا الآيات القرآنية تحثنا دائما على العلم، حتى الأحاديث النبوية دائما تحثنا على العلم. الغريب سماحة السيد، أليس من المفروض أن نكون دائما في حالة مستمرة في الإنتاج المعرفي؟ برأيكم لماذا هذا التصحر المعرفي في العالم العربي والإسلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.
بداية أشكر قناة الكريمة المنار لاهتمامها بالشؤون والأمور المصيرية للأمة الإسلامية جمعاء وخصوصا الشعب اللبناني الشقيق. كما تفضلتم بأن الدين الإسلامي يحرض المسلمين على التعليم والتعلم، وجعل التعلم من أفضل العبادات التي يمكن أن يؤتي بها المسلم، ولكن مع الأسف حاليا نشاهد الجفاف والتسحر العلمي والمعرفي في بلدان الإسلامية والعالم العربي مع الأسف. ولكن لابد أن نعرف بأن هذا التسحر والجفاف العلمي والإنتاج الفكري عرض علينا بعد ازدهار الأمة الإسلامية وتقدم الأمة في إنتاج الفكري والمعرفي في القرون الأولى من طلوع الإسلام، خصوصا في القرن السادس خامس والسادس الهجري. وكما تعلمون أن هذين القرنين هما من القرون الذهبية التي مرت على تاريخ الأمة الإسلامية في إنتاج العلم والمعرفة، وأن أقدم لكم مثالين في مجالين من باب المثال للحاس أذكر لكم مجالين. المجال الأول في مجال الفلسفة، كما تعرفون أن تعرف الغرب والجامعات الغربية على فلسفة يونان كان بسبب جهود الذي بذل الفيلسوف المسلم أبو نصر فارابي، ولولا جهد هذا العالم الكبير الإسلامي لما أمكن البشرية التعرف على فلسفة يونانية، ولبقيت هذه الفلسفة أسيرة للأيام والسنن. المجال الثاني المجال الطبي، وكما تعلمون أن العالم الكبير أبو علي سينا هو من رموز هذا العلم، وألف كتبا كثيرة وترجمت مؤلفاته، وأصبحت هذه المؤلفات المترجمة من أهم المراجع العلمية في الجامعات الغربية. ولكن مع الأسف الأمة الإسلامية أصيب بتقاعس وخمول شديد، واليوم نشاهد هذا التسحر والجفاف. عندما نشاهد هذا الجفاف نتذكر قول أحد المفكرين والمثقفين الذي يقول علينا تنكيس الأعلام في جامعاتنا حدادا على فقيدنا الغالي البحث العلمي. جميل. فلذا يأتي هنا السؤال، ما هو السبب وما هي المشاكل التي سببت هذا المشكلة العظيمة والهائلة؟ أنا برأيي هناك مشاكل عديدة أشير إليها. المشكلة الأولى ترتبط بالقرار السياسي، بالقرارات السياسية والحكومات الصاعدة على البلاد الإسلامية. فإن الحكومات والدولة في البلاد هي صاحب الإمكانيات الكثيرة، وإذا أرادت الدولة أن تقدم شعبها وبلدها بوسعها أن يتوفر كل الإمكانيات وأن يبذل كل ما يتطلبه التقدم العلمي والمعرفي للبلاد. ولكن مع الأسف نحن نشاهد ونرى الآن وفي السابق خصوصا في القرنين الأخيرين الحكومات التي لا يهتمون بالتقدم العلمي، بل كانوا يحولون دون تقدم الشباب إلى المجال العلمي والمعرفي. نعم سمحت السيد، أنا يعني اسمح لي هون بس سيدنا، يعني تفضلت أنه تاريخنا هو تاريخ إنتاج علمي، يعني الآن كأنك تريد أن تحمل السلطات السياسية مسؤولية هذا الموضوع. دعني أنتقل إلى الدكتور عبد الله ونتابع ببعض الأفكار أو بعض الأسباب، إن هناك محور طويل وسوف نعالج على الأسئلة عديدة من هنا. دكتور عبد الله، حقيقة
يعني السلطات السياسية نعم تتحمل دور، تتحمل دور يعني، ولكن ما علاقة، ما علاقة السلطة السياسية بي كأنا باحث أن أذهب وأبحث، ما علاقة السلطة السياسية بالبحث العلمي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية أريد أن أشير إلى أنه عملية إنتاج العلم يعني هي المرحلة الأرقى في عملية اكتساب العلم لمجتمع ما، وهي بطاقة الدخول إلى مجتمع المعرفة والعلم في العالم، والتي على أساسها ننتزع الحرية، ننتزع الاحترام، ننتزع الاقتدار والاستقلال من العالم. أما حول علاقة السلطة السياسية، نعم السلطة السياسية تصنع الخطة العلمية الكاملة المتكاملة على مستوى الوطن. السلطة السياسية هي من يمول البحث العلمي، لا أحد يمول البحث العلمي بالأساس سوى السلطة السياسية أولا. نعم قد نتطرق لاحقا إلى دور القطاع الخاص، وهذا من معايير النجاح في عملية إنتاج العلم في بعض المجتمعات، وهنالك مؤشر يشير إلى أنه كل البلدان المتخلفة عن عملية إنتاج العلم والبحث العلمي لا يشارك فيها القطاع الخاص إلا بنسبة متدينية جدا. أما مثلا في الولايات المتحدة، في أوروبا، حتى في الكيان الصهيوني، هنالك نسبة مشاركة القطاع الخاص بعملية البحث العلمي قد تفوق 50%. فهذه نقطة. النقطة الثانية، فضلا عن الإنفاق يعني في عملية رعاية لمدخلات البحث العلمي اللي هي عملية التعليم، ولمخرجات البحث العلمي هي ربطه بالتنمية وبالسوق وباحتياجات المجتمع. هذه الصورة المتكاملة لا يمكن أن يصنعها إلا الإطار السياسي العام الذي يعرف أنا ما يريد. دكتور، يعني من خلال التقرير أو انطلاقا من التقرير اللي شاهدناه منذ قليل، يعني هذه معطيات يعني عن الإنتاج العلمي الذي يحصل في العالم وعندنا. برأيكم ما هي المعايير التي من خلالها نستطيع أن نحكم على أي مجتمع بأنه مجتمع معرفي أو مجتمع علمي؟ نعم، كما ذكرت بالبداية، يجب أن يكون هناك خطة علمية شاملة برعاية السلطة السياسية، هذه أولا. النقطة الثانية، يجب أن يكون هناك تعزيز للإنفاق العلمي. يعني في التقرير الذي ورد هناك مؤشر واضح أنه كل ما انخفض نسبة الإنفاق على البحث العلمي كل ما خف إنتاج العلم. النقطة الثالثة هي معالجة ظاهرة هجرة الأدمغة والعقول، يعني بالمفارقة بين قوسين، العالم العربي يعاني من هجرة يعني كبيرة جدا على مستوى العقول، في الوقت الذي نرى الكيان الصهيوني يستقطب كل عقول العالم اليهودية وغير اليهودية في خدمة الكيان الصهيوني. يعني المفارقة واضحة، نحن نخسر ونفقد الأدمغة والعقول، بينما العدو يستقطب ويستقدم ضمن خطط تقوم بها السلطة السياسية بهذا الاتجاه. أيضا هنالك اعتماد مبدأ إنتاج العلم لا استيراد العلم، لأن بعض السلطات السياسية يعني مثلا في العالم العربي يمكن أن نشتري كل شيء، يعني حتى نشتري الآلات، نشتري الطائرات، نشتري، لكن عملية إنتاج العلم هي عملية مختلفة تماما. فعقلية الشراء هي السائدة. هنا اسمح لي بين قوسين أن أذكر الحادثة عن في نكسة هزيمة 1967، نكسة حزيران، العرب مقرر. هزيمة العرب بس بنسميها تلطيف نكسة. نعم نعم، وحيث خسرنا سيناء والضفة والجولان، فتنطح القذافي آنذاك وسأل أنه نحن نقدر على القضاء على إسرائيل، حسنا كم تكلف القنبلة النووية؟ يعني أنه بكل بساطة يمكن أن نشتري قنبلة ونقضي على إسرائيل، لكن أيوة. هناك أسباب عديدة منعت، أو بالأحرى الغرب منع الإنتاج العلمي، وربما هذه العوامل اللي تفضلت بها جعلت العقل العربي أو العقل المسلم يهاجر، وهذا ما سمي بهجرة الأدمغة، وأحب أن أسميه نزيف الأدمغة. حقيقة سوف نعالج هذا الموضوع بالذات، ولكن لنشاهد أيضا هذا التقرير. لعل أبرز ما يعاني منه عالمنا العربي هو هجرة الأدمغة والطاقات منه،
إذ أن المشاكل التي يعاني منها في إطار البحوث والتنمية والجامعات وفرص العمل كبيرة وكثيرة، مما يدفع بالطاقات الشبابية خاصة إلى الهجرة بحثا عن التطور العلمي والمهني. فالأدمغة بشكل عام تهرب من العالم الثالث إلى الولايات المتحدة وأوروبا لأنها تجد هناك ظروفا وشروطا أفضل من تلك الموجودة في وطنها، إذ تشكل هجرة الكفاءات والأدمغة العلمية من العالم العربي إلى الولايات المتحدة 31%. وتقول منظمة العمل العربية أن أكثر من 450,000 من حملة الشهادات العليا الحيوية استقروا في ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وأشارت إحصائية نشرت مؤخرا إلى أن 34% من الأطباء الاختصاصيين في بريطانيا ينتمون إلى الجاليات العربية، فيما 50% من الأطباء و23% من المهندسين و15% من العلماء هم مجموع الكفاءات العربية المهاجرة إلى أوروبا وأمريكا وكندا. ولعل الأخطر على الإطلاق هو منع الأدمغة العربية من الالتحاق ببعض الاختصاصات الحساسة، إضافة إلى استهداف بعض العقول التي أبدعت وذاع صيتها في عالم الاختراعات وغيرها. فهل ستبقى الطاقات الشبابية غريبة في وطنها مستثمرة في غير بلدها حتى إشعار آخر؟ دكتور عبد الله، مما قرأت خاصة بعد ما شهدنا هذا التقرير أن الدول العربية تنفق 23 مليار دولار سنويا على الشركات الأجنبية الاستشارية، ولكن في الإنفاق على الإنتاج العلمي ما بتتجاوز 800 مليون دولار. سؤال حقيقة أنا واضح دكتور، برأيكم هل المال العربي يؤمن بالعقل العربي؟ يعني خلينا ننتقل لماذا يجري على الأرض لنجيب على السؤال. يعني الوقائع، الواقع المال العربي يعني لا يؤمن بالعقل العربي ولا يريد للعقل العربي أن يفكر. المال العربي لديه قضية وقضية محلولة سلفا. نحن لسنا مضطرين لأن نفكر طالما دول الاستكبار أمريكا وأوروبا تفكر عنا وتقدم لنا الحلول لكل مشاكلنا. أنا أعطي مثال بسيط. منذ يعني 130 سنة اكتشف النفط في بلادنا، في بلاد العربية والإسلامية، وحتى الآن عندما تتعطل إحدى ماكينات النفط نلجأ إلى الشركة التي يعني تتعاطى والتي تتعهد هذا الموضوع، وليس هنالك من خبرات وطنية على الإطلاق بهذا الاتجاه. إذن 130 سنة نحن ننتج نفط، لكن تقنية إنتاج النفط واستخراج النفط وتكرير النفط وإلى آخره هذه ما زالت لدى الغرب وليست لدينا. العقل العربي غير موجود بحسابات المال العربي، لأن المال العربي غائب عن الخطة العلمية. لأعطي نموذج، يعني ماذا يجب أن يكون في الخطة حتى تكون الأمور واضحة؟ يجب أن يكون يعني اختيار للمواضيع على قاعدة احتياجات البلاد وما يمكن أن يدفعها تقنيا إلى الأمام. يجب أن تتم معالجة هجرة الأدمغة والعقول. يجب أن نوجد أجواء من تحفيز البحث العلمي وتنشيطه على المستوى الدراسي، على مستوى الأسرة، تكريم العلم وحامليه، تكريم حالات الإبداع، وأيضا تأمين التجهيزات الفنية واللازمة للمختبرات البحثية، وأيضا فتح مسارب التعاون والتنسيق بين مراكز الأبحاث الداخلية والعالمية على قاعدة ليس فقط تلقي الجديد في العلم أو المشاركة به، ولكن عملية إنتاج من الداخل، كما يقول الإمام الخميني على أن نفجر العلم من أعماقنا. أنا حقيقة دكتور أيضا في موضوع هجرة الأدمغة، يعني يمكن المشاهدين اللي عم بيسمعونا والبعض اللي عم بيسمع بيقول لك يا أخي في كتير، هناك الكثير من المبدعين في عالمنا العربي وفي العالم الإسلامي. يعني بتلاقي إنسان عادي، مواطن عادي، هون مش عم يبدع، عقلك مش عم يبدع هون، بيطلع برا على الغرب على أوروبا مطرح ما كانت، ليه عم يبدع؟ برأيك دكتور ليش العقل العربي لا يبدع في أوطانه ولكنه في الخارج يبدع أيضا من ضمن الأسباب السياسية؟
نعم، يعني المشكلة ليست هي في العقل العربي، العقل العربي طالما أنه قادر على الإبداع عندما تتوفر له الظروف المناسبة، لكن العقل العربي عندما يرى ويستشعر ضعف المؤسسات العلمية في العالم العربي، وعندما يلحظ فقدان التمويل، وعندما يلحظ ندرة فرص العمل الناتجة عن ذلك، وعندما يلحظ غياب الأمان الاجتماعي، يعني لا مستقبل، لا راتب، لا ضمانات صحية واجتماعية، وأيضا عندما يلحظ الجانب المعنوي، لأنه عندما لديه طاقة يريد أن يفجر، أن ينتج من خلالها، يرى أنه طاقة غير معترف فيها، فيشعر أن لا مكان له، لا ينتمي في هذا المحيط، على قاعدة قول الإمام عليه السلام: الفقر في الوطن غربة، والغنى في الغربة وطن. وبالتالي يعني يذهب الإنسان مكرها إلى البيئة التي تعترف بخبرته وموهبته وبقدرته. والغريب كمان دكتور، فإذا عم بقرأ إنه اليابان وجدوا إنه في 7000 عالم عندهم هاجر إلى الخارج، استنفروا وعملوا دراسات، بينما في العالم الإسلامي والعربي في أكثر من 100,000 عالم في الغرب. من هون أنا سيدنا يعني السيد القائد لاحظنا منذ سنوات حتى الآن لا يوجد خطبة، لا يوجد كلمة، لا يوجد مناسبة إلا ويتكلم فيها السيد عن العلم وإنتاج المعرفة. برأيكم يعني هل العلم وإنتاج المعرفة له موقع خاص في النظام الإيراني وفي الأمن القومي؟ ستجيب سماحة السيد، ولكن أضطر أذهب إلى فاصل. أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل الفاصل سماحة السيد، سألت أن السيد القائد الخامنئي كان دائما يركز في خطابه منذ سنوات حتى الآن على العلم وإنتاج المعرفة، برأيكم لماذا هذا التركيز؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال أنا أرجع إلى الوراء وأتحدث السؤال السابق في المحور الأول، حول دور القارب في هذا التخلف والجمود الفكري والإنتاج المعرفي في بلاد الإسلامية. أشير إلى خطوتين اللتين تقوم الدول الغربية والاستكبارية بهما. إحداها الخطوة تحريم وفرض العقوبات والتهديدات على البلاد التي تريد أن تتقدم، وهذا ما نشاهده في إيران. يعني من بداية انتصار الثورة الإسلامية أرادت إيران أن تنمو وتتقدم في المجالات العلمية والإنتاج المعرفي، ولكن بهذا السبب والأسباب الأخرى أيضا نحن شاهدنا الحصار العلمي والمعرفي والسياسي والاقتصادي وكل أنواع الحصارات والتهديدات والعقوبات التي تواجهها إيران والشعب الإيراني. ولعله هذه التهديدات والحصارات بشكل آخر تواجهها البلاد الأخرى العربية والإسلامية، ولعل هذا أحد الأسباب هجرة الأدمع من بلاد العربية والإسلامية إلى الغرب. النقطة الثانية والخطوة الثانية التي تخطو بها الدول الغربية والاستكبار قيامهم باغتيال العلماء في البلاد الإسلامية والعربية، ونحن في السنوات الأخيرة شاهدنا هذه الخطوة السيئة التي قامت بها الدول الاستكبارية إن في إيران أو في العراق أو في أفغانستان أو في باكستان أو بلاد أخرى. وفي السنة الأخيرة نحن قدمنا 3 علماء نوويين في إيران استشهدوا، وبعدين المراكز الأمنية في إسرائيل وأمريكا وغيره هم قبلوا مسؤولية هذه الاغتيالات، والآن يهددوننا ويهددون علمائنا النووية وغير النووية. هذا بالنسبة إلى موضوع الثاني. وأما تركيز السيد القائد على إنتاج المعرفي، هذا التركيز يأتي من أمرين. الأمر الأول أن الثورة الإسلامية من بداية انتصاره إلى الآن يريد ويعلن استعادة الحضارة الإسلامية، وكما أشرت في السؤال الأول أن الحضارة الإسلامية في القرون الأولى كانت ناتجة وكانت
مشبعة في الإنتاج العلمي والمعرفي. طبعا كما قال سماحة السيد القائد في إحدى خطبه بأن استعادة الحضارة الإسلامية تتوقف على أمرين. الأمر الأول إنتاج الفكر وإنتاج المعرفي، والثاني تربية الإنسان. إذن سيدنا، إنتاج الفكر والمعرفة هم أساس في رأي السيد القائد الخامنئي، ولكن هذا الأمر حياة سيدنا، يعني إذا أتينا إلى هذا الموضوع يعني دكتور عبد الله في العالم العربي، يعني مع مقارنة مع العدو الإسرائيلي الذي هو قريب لدينا أو بالأحرى على حدود بلادنا ويهددنا دائما، الملفت دكتور أن العرب نتيجة هجرة العقول عم بيخسروا تقريبا 200 مليار دولار سنويا. نحن نخسر نتيجة هجرة العقول. يعني هل من مقاربة معينة بين يديك عن واقعنا وبالتحديد مع العدو الإسرائيلي في موضوع الإنتاج المعرفي؟ أنا سأجيب استطرادا على موضوع الخطة العلمية يعني من السلطة السياسية أو من الدولة بشكل عام، لأشير بخصوص جانب الكيان الصهيوني. منذ بضعة سنوات عدت إسرائيل خطة علمية شاملة شارك فيها لجنة استشارية من 1300 باحث يشاركون بوضع خطة لبضع سنوات، وهذه الخطة فيها من يعني تألفت من 450 بندل. الخطة العلمية 1300 باحث و450 بند، ووصلت إلى حد أنه إطلاق مشروع المختبر الإلكتروني، بمعنى أنه كل من لديه فكرة يمكن أن يسجلها ويضعها موضع التنفيذ كله عبر الأجهزة الإلكترونية، يعني من باب طلب يعني المساعدة على التنفيذ والمساعدة المالية والتمويل إلى حد. ففي اليابان وفي ماليزيا هنالك كل 4 أو 5 سنوات خطة علمية جديدة، بينما الخطط العلمية في العالم العربي تقريبا يعني هذه مسألة لا نسمع بها، وعندما تكون يعني تكون محفوفة بمخاطر الفساد في المؤسسة العلمية والبحثية أو في الجامعة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نتصور الجامعة جزيرة منفصلة عن محيطها الاجتماعي والسياسي حيث يسود كل قيم الفساد والانحدار. أما بخصوص يعني بعض الأرقام في هذا الاتجاه، فأشير إلى أنه مثلا في الجامعات الإسرائيلية كان لها مراكز متقدمة حسب التصنيفات الدولية. مثلا الجامعة العبرية احتلت الموقع 64 عالميا، فيما لم يرد اسم أي جامعة عربية من الجامعات 500 الأولى، ولا جامعة عربية، ولا جامعة. بينما مثلا 9 علماء صهاينة أخذوا جائزة نوبل مقابل 6 علماء من كافة الدول العربية، يعني 4-5 ملايين مقابل 350 مليون. هذه ما لازم تغيب عن الاعتبار. في عنا 124,000 باحث عربي مقابل 90,000 باحث ومهندس صهيوني. أما المفارقة الأبرز فهي من براءات الاختراع اللي تفضلت فيها قبل شوي بالتقرير، يعني نحن ننتج أقل من 5% من براءات الاختراع التي تقوم بها التي تنتجها إسرائيل، يعني مقارنة كل العالم العربي مع إسرائيل. فالموضوع أنه المشكلة أخرى أيضا أنه غالبية موازنة التعليم العالي في إسرائيل تصرف على الإنفاق على البحث العلمي، بالمقابل غالبية موازنات البحث العلمي والتعليم العالي في العالم العربي تصرف على رواتب ومخصصات وعلى تعزيز عدد من الأبحاث والمنشورات التي لها طابع شخصي والتي تكون باتجاه تعزيز الوضع الوظيفي يعني أو تقديم التدرج أو يعني مشاكل. الكلام تفضلت فيه دكتور يعني هذا يجعلنا ننتقل الآن يعني بعد هذه الأرقام لنشاهد في إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران، باعتبار السيد القائد الخامنئي دعا إلى إنتاج المعرفة وكان دائما يدعو إلى إنتاج المعرفة، لنرى ونشاهد في إيران كيف هو واقع البحث العلمي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نشاهد معا.
من أمة بدأ معها العلم والمعرفة، من أمة اخترعت الصفر كنقطة انطلاق، هي اليوم تعود إليه لتقف عنده صفرة اليدين أمام عالم يتقدم يومياً 1000 مرة ويتحضر معرفياً وتكنولوجياً ملايين المرات. إحصاءات كثيرة تتحدث عن الواقع العربي والإسلامي في مجال المعرفة والتقدم العلمي، ولكن بين زحمة الأرقام تظهر تجربة نموذج في يومنا هذا، وهي تجربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي حرصت منذ انطلاق الثورة على رصد المواهب العلمية والقدرات الشبابية، فاهتمت بالطاقات والنخب اهتماماً بالغاً من خلال تطوير هذه الطاقات واستثمارها في جميع الميادين. فكان ابتكار علماء إيرانيين ومعظمهم من الشباب لأجهزة ليزر متعددة الاستعمالات الطبية وجهاز رئة اصطناعية وأجهزة لاستقصاء الأمراض الخبيثة وغيرها من الإنجازات، حتى باتت إيران من بين أفضل 10 دول في عالم الأحياء. وفي مجال تطبيقات الذرة، ناهيك عن التطور التكنولوجي في مجال الصناعات وتكنولوجيا النانو وصناعة المصانع البتروكيماوية ومولدات الكهرباء والسيارات والمحركات على اختلاف أنواعها، كذلك الأجهزة الإلكترونية والتقنية المختلفة والصناعات الثقيلة المختلفة من صناعة السفن والطائرات، حتى باتت إيران اليوم مصدرة لتلك الصناعات. وكل هذا التقدم العلمي والسعي الدائم نحو الأفضل أتى على الرغم من الاستهدافات المتكررة لعلماء إيرانيين بارزين في مجالات متعددة، وهدف هذا التقدم هو التحرر وعدم التبعية والارتهان لأي شكل من أشكال الهيمنة الأجنبية. هذا ما حرص عليه الإمام الخميني قدس سره منذ انطلاق الثورة واستمر في تكريسه والسعي إليه الإمام السيد علي الخامنئي حتى يومنا هذا. سيدنا، يعني من التقدير، يعني بعد ما انتقلنا من كلام الدكتور وخاصة بيندي في كلام أكثر في أوضاع العالم عام 2011 عن مؤسسة الفكر العربي، أرقام مهولة. يعني تصور دكتور سيدنا أن كل الوطن العربي ينتج في العام سنة 2011 أنتج ما يقرب من 20,000 عنوان كتاب. الجمهورية الإسلامية في إيران 14,792 عنوان، يعني غير الديون أكثر من 450 مليار دولار ديون العالم العربي. لننتقل إلى إيران وخاصة من التقرير سيدنا، يعني متى بدأت هذه النهضة العلمية في إيران وكيف؟ النهضة العلمية في إيران بدأت من بداية انتصار الثورة الإسلامية، لأن من أهداف هذه الثورة تقدم وتنمية البلاد. يعني قبل الثورة لم يكن سيدنا هناك لا قبل انتصار الثورة الإسلامية نحن كنا نعاني من السلطة السائدة التي كانت هدفها تخلف البلاد عن التقدم والتنمية. من المناسب أن أشير إلى أن عدد الجامعات في زمن الشاه كان لم يتجاوز أن عدد أصابيع اليد، ولكن حاليا نحن عندنا أكثر من 200 جامعة تشتمل على الكليات المتنوعة وأكثر من 300 مركز وفرع للجامعات الإسلامية الحرة وأكثر من 2000 مراكز بحثية ودراسية. عفوا اسمح لي سيدي، أكثر من 2000 مركز بحثية، أكثر من 200 جامعة. بس اسمح لي سيدنا، عندك إحصاء دكتور بالوطن العربي كم في جامعة في الوطن العربي؟ بالجامعة يعني حوالي 200-250 جامعة في الوطن العربي، ليس أكثر من ذلك. مراكز بحوث ما عندي شيء. عفوا، يعني هذا طبعا بدأت بعد انتصار الثورة الإسلامية، وإلا كان سابقا. وإضافة إلى ذلك أن الجامعات في زمن الشاه كان محدودة على بعض المستويات، يعني مثلا في بعض الاختصاصات لم يكن عندنا اختصاص على مستوى الدكتوراه، ولكن حاليا تقريبا يمكن أن نقول كل العلوم والعلوم الإنسانية وغير الإنسانية والتقنية والطبية
في جميع الاختصاصات عندنا حتى على مستوى الدكتوراه موجودة. عدد الطلاب في الجامعات الإيرانية قبل انتصار الثورة لم يتجاوز عن 160,000 طالب وطالبة، ولكن حاليا عدد الطلاب والطالبات يتجاوز عن 3 ملايين أو حوالي 40 مليون، 4 ملايين طالب وطالبة. هذه النهضة العلمية بدأت من بداية الثورة الإسلامية عبر خطوات تخطو الثورة، منها الخطوة الأولى التي قامت بها الثورة الإسلامية محو الأمية، يعني قام الثورة الإسلامية بهذا العمل الدؤوب، ونحن قبل أعوام احتفلنا بمحو الأمية بنسبة 95%. يعني حاليا لا يوجد خصوصا في جيل الأحداث والشباب إن شخص لا يتمكن من الذهاب إلى التعليم والتعلم في المدارس الأكاديمية وغيرها، وهذا إضافة إلى التقدم في موضوعات الحوزات العلمية. أنا أود هنا أيضا اسم دام تحدث سيدنا عن الإنجازات العلمية، نانو هذا الجهاز الذي أهدانا إياه رئيس الجمهورية عندما جاء في الزيارة الأخيرة إلى لبنان، يعني إذا سمحت لي بس أنا أتبارك أستاذ علمي يعني دكتور، يعني هيك نبزة سريعة، شو هالإنجاز الإيراني هذا نانو هذا الجهاز؟ نانو يعني عملية مشاهدة المواد لكن بتكبير، يعني بحجم صورة يعني يقرب من مليار مرة، وبالتالي الموجود في الجامعة اللبنانية هو جهازان وليس جهاز واحد، جهازان بحكم التوازنات يعني الموجودة. في جهاز ثاني من أين؟ من إيران أيضا. في جهازين من إيران. قدمت إيران جهاز وطلب جهاز آخر حفظا للتوازن يعني في لبنان. يعني في عملية مشاركة من خلال يعني استعمال هذا الجهاز ودفع للعملية العلمية. طيب برأيكم دكتور عبد الله هون، يعني هل إنتاج المعرفة هذا بالذات جهاز النانو، يعني كان المشاهد بيسأل ولك يا جماعة صلكم ساعة بتحكون عن إنتاج المعرفة والكتب وغيره، برأيكم يعني هل هذه الأجهزة والإنتاج المعرفي بشكل عام طبعا له تأثير على موضوع محاربة الفقر وغيرها من الأمور، هيك باختصار كيف ينتج أو بالأحرى كيف يمكن أن يؤثر الإنتاج المعرفي في أي مجتمع على الحياة الاقتصادية لأي مجتمع؟ بالتأكيد الإنتاج المعرفي يجب أن يطال الاحتياجات الفردية والاحتياجات الوطنية، وأن يكون أن يصب البحث العلمي وإنتاج المعرفي في إطار سد الاحتياجات الوطنية والمساهمة في عملية الانطلاق، بمعنى أنه البحث العلمي إن لم يكن مرتبط بعملية التسويق لهذا البحث العلمي وربطه بالمصنع فيعتبر عملية فاشلة مبتورة لا تؤدي إلى أي شيء ولا تصيب الهدف. لهذا السبب لما ذكرت في البداية عن الخطة العلمية، من عناصر الخطة العلمية الأساسية تحقيق التكامل بين الجامعة والمصنع، بشكل أنه المصنع عندما يكون له مشكلة فنية أو مشكلة تقنية ويريد تطوير جانب يمكنه من غزو يعني السوق، هذه المشكلة الفنية يرصد لها مالا ويقدم هذا المال للجامعة، الجامعة تقوم ببحث علمي جيد ومتكامل وتجيب على هذا وتحل المشكلة التقنية، وعلى ضوء ذلك ينطلق المعمل تزيد السلعة فرص العمل النمو، وأيضا على المستوى الجامعة تكون يعني جرت مساهمة مزيد من بالمزيد من الأموال من خلال القطاع الخاص ومزيد من الانطلاقة نحو بحث علمي أفضل وأفضل. نعم. يعني من هنا أنا حقيقة سيدنا يعني في إيران في الجمهورية الإسلامية في إيران حدثني بعض الأصدقاء قال لي أن أحد الباحثين أو بالأحرى أحد الشباب كان عمره حدود 20-25 سنة هيك شاب كتب بحوث، أمس استدعى السيد القائد الخامنئي وقال له قرأت بحوثك وبالتالي يجب أن تبني مركزا للدراسات لكي تتابع
في هذا المجال، فقال لي بأنه قد دعم وأعطي المال اللازم يعني للإنتاج هذا المعرض. بمعنى بفكر السيد القائد الخمينائي، البحث العلمي أيضا يجب أن يستثمر في حياة الناس، يعني كما تفضل الدكتور منذ قليل. يعني لو فقط تضيء لنا ما هي رؤية السيد القائد أيضا في الأمن القومي الإيراني، ليس فقط في موضوع النظام. نعم، كما تعلمون أن ثورتنا الإسلامية من بداية انتصارها تواجه تحديات كبيرة من قبل الاستكبار العالمي، والهدف من فرض هذه التحديات والعقوبات والتحريمات هو إما الإطاحة على الثورة الإسلامية وعلى النظام الإسلامي، أو على الأقل إضعاف هذا النظام ومحاصرة الثورة الإسلامية على حدود إيرانية. فبالتالي نحن كياننا واستقرارنا وثباتنا ووجودنا مهدد، والخروج من هذه المحاصرة وكسر هذه المحاصرات والتهديدات والعقوبات لا يمكن تحقيقه إلا عبر الإنتاج العلمي والمعرفي. جميل. لذلك أنا سيدنا هذا الإنتاج المعرفي، والعلمي، يعني بالنتيجة إيران مشروع، هو مشروع تحدي وإثبات للذات. كما تتفضل، يعني هناك تحديات ولابد هذه الجمهورية أن تثبت ذاتها في ضمن هذه التحديات. أنا سؤال دائما يعني أسأل لنفسي حقيقة، وأحب أن أسأل إياك، لماذا حكومات وشعوب المنطقة لا تستفيد من هذه التجربة الإيرانية على المستوى العلمي، أقله على المستوى العلمي؟ لا نتكلم عن أمور أخرى، نتكلم عن المستوى العلمي. يعني كما شاهدنا في التقرير هناك إنجازات علمية رهيبة مخيفة، يعني النانو هذا أيضا جهاز مخيف ورهيب كمساعد بالحياة. لماذا لا نستفيد من هذا برأيكم؟ لماذا لا نستفيد من هذه التجربة؟ بالنسبة للثورة الإسلامية والنظام الإسلامي في إيران، كما تفضل به سماحة السيد القائد مرارا ومرارا عديدة والمسؤول في إيران، نحن نستعد لأن نقدم كل تقدمات، كل تقدمنا صحيح وتطوراتنا في الإنتاج المعرفي والعلمي بمحضر الشعوب في العالم، لا فقط المسلمين فقط أو بلاد العربية والإسلامية فقط. ولكن كما أشرت إلي سابقا أن الدول الاستكبارية لا يريدون تقدم البلاد الإسلامية، ولذا عبر أنظمة السائدة على هذه البلاد دائما يحولون دون توجه البلاد الإسلامية والعربية إلى إيران، وإلا كل الظروف وكل الأمور مستعدة لأن يأتي الشباب أو الطلاب والطالبات والمحققين والمفكرين والمثقفين لأن يستفيدوا من إنجازات المعرفية والفكرية التي قامت بها الثورة الإسلامية. وطبعا الاستكبار يعلم بأن إذا الشعب الإيراني قدمت هذه الإنجازات وهيأت الأراضية لاستفادة الآخرين من البلاد العربية والإسلامية سوف تهدد مصالحه في المنطقة، وسوف لا يتمكن من سيطرة على، يعني تعيش هذه الشعوب الاكتفاء الذاتي، وبالتالي هذا ليس من مصلحة الآخر والغرب. من هنا أنا سيدنا، ولكن هنا مسألة لازم أن نتوجه إليه بأن هذه المشكلة، يعني مشكلة التسحر والجفاف العلمي والإنتاج الفكري، ليس لا ترجع هذه المشكلة فقط إلى السلطة. يعني هناك بعض المشاكل العامل النفسي والفكري السائد على المجتمعات الإسلامية، هذه المشاكل النفسية والفكرية بعدا تحول دون وصول الأمة البلاد العربية والإسلامية إلى التفكير. مشاكل نفسية، يعني عوائق نفسية، مسائل نفس، مثلا منها عدم تعزيز الثقة بالذات لدى الأمة الإسلامية والبلاد العربية. أحد إنجازات التي قام بها الإمام الخميني رحمة الله عليه والسيد القائد أنهم قالوا بأن الشعب
إذا يستطيع إذا أراد. نعم، هذا ما نسميه دائما نهج الاقتدار. نعم. لأنه يجب أن تكون قادرا من هنا دكتور. نعم. عبد الله، من المسألة التي أثار السيد. النقطة الأخرى والنقطة الثانية أن ليس هناك فكرة، هذا شو سببه شيء آخر، ليس هناك فكر الوصول إلى الاستقلال ورفض التبعية عند الأمة وعند الشعوب في المنطقة. نعم، لذلك أنا سيدنا اسمح لي، يعني مثل ما تفضل السيد، لابد من نهج الاقتدار. برأيكم دكتور عبد الله، كيف يمكن أن نخلق مجتمعا معرفيا حقيقة؟ هذا الاقتدار كيف؟ يعني في 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 طرق، في مبادئ، في معايير معينة. يعني أنا أريد أن أركز على نقطة أساسية، إلا أنه نحن الآن في عصر، يعني بناء على ما تفضل فيه سماحة السيد، أنه كان يقال في السابق أن القوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير. الآن نحن في عصر السريع يأكل البطيء، وبالتالي العلم ينمو بمعدلات متسارعة جدا، وهو يؤدي إلى ترابط العالم فيما بينه، ويزيد من عوامل العولمة، وهو يؤدي أحيانا إلى فناء العالم، وهو يؤدي أيضا إلى الاقتدار، ويؤدي إلى تقسيم العالم إلى دول غنية ودول فقيرة. وبالتالي هذا من جانب، لو لاحظناه جانب السلبي. أما الجانب الإيجابي فهو فيما يتعلق بتحقيق التقدم والعمران والكفاية. وأما فيما يتعلق أنه كيفية صناعة المجتمع المعرفي، فلابد من تغيير الموروثات على مستوى العائلة، على مستوى الإيديولوجي، على مستوى السلطة السياسية. وأيضا يجب وضع الخطة الشاملة وترجمة هذه الخطة من خلال ربط الجامعة بالمصنع، وتعزيز المبادرة الذاتية، وتحقيق الأمن الوظيفي للباحث وللأستاذ الجامعي، والالتفات إلى مناهج التدريس كمدخلات، وإلى مخرجات البحث العلمي التي تتصل بالسوق وباحتياجات البلاد، وباستجابة البحث العلمي بإجابته عن العديد من الأسئلة التقنية والفنية التي تحتاجها الأمة للانطلاق. كلمة أخيرة بعشر ثواني إذا أمكن، كلمة أخيرة. أنا أقول أن البحث العلمي وإنتاج العلمي وإنتاج العلم هو عملية جهاد مقدس، لا مكان لنا في شريعة الغاب في هذا العالم إن لم نحفل بهذا السلاح، سلاح العلم وإنتاج العلم، هو بطاقة الدخول لحجز موقع وبالقوة. نعم. في المسرح السياسي العالمي. سمحت السيد، أنا أعتقد كما قال إمام الخميني، المستقبل للمسلمين. كلمات معدودات سمحت السيد، الوقت انتهى لو سمحت. المستقبل للمسلمين والإضاءة عن الأمة الإسلامية، القيام بتوفير مقدمة هذا المستقبل المشرق. ولا بد أن أشير إلى دور ومسؤولية وسائل الإعلام في نهوض هذا الفكر. نعم. العلمي. شكرا لك سماحة السيد حسين رئيس زادة، المستشار الثقافي الجمهورية الإسلامية في لبنان. وأيضا شكرا لك الدكتور عبد الله زيور، باحث وأستاذ في الجامعة اللبنانية. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة، على أمل أن ننتج معرفة نفتخر بها، وكما يقال ندخل فيها إلى العالم. على أمل لقاء بكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.